طيب، مراقبة الله في العلن بكل تأكيد كل الناس بتكون حريصة على حاجة زي دي، لكن في السر هي الأصعب برضو. النفس البشرية ساعات بتأمر بسوء وخصوصا في السر. هل ده معناه أن هذا الشخص منافق مثلا، أن هذا الشخص عبادته لا تقبل؟ بس خليني أقول أنه شوف حضرتك، وأنت بتقول كلمة منافق وحاسس بنوع من الحرج، لأنه الأسامي لما بنحط، إحنا في الدنيا بندور على الأسامي، يعني بنحب الألقاب، فبنقول مثلا فلان بيه وفلان باشا والمدير العام وكذا. فتصور إن الألقاب الدينية لما فلان نقول فلان مؤمن وفلان خلوق وفلان ذاكر وفلان مصلي وفلان مسبح وفلان منافق، صعبة جدا، صعبة. طب حلها إيه؟ حلها المشكلة الكبيرة بتاعتنا إنه مسألة المراقبة دي اللي حضرتك بتتكلم عليها، لما تغيب في السر هي المسألة مش اسمه إيه بس، وان كان ده صح ان احنا نحرص عليه عند ربنا، لانه زي ما علمنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكل عبد صيت في السماء، يعني كل واحد ليه اسم معروف في السماء. فانا معروف مثلا اذا كنت كذاب فخلاص فلان الكذاب، فلان المنافق خلاص فلان المنافق، لكن فلان الصادق، فلان المؤدب، فلان الخلوق، كل واحد باسمه موجود عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا مش اسامينا اللي هي محمد ومحمود واحمد وعلي، لا، الصفات يعني. طب الراجل اللي هو في الخلاء او في الخلوة او في الوقت اللي محدش شايفه فيه بيعمل اللي هو عايزه، ده مشكلته ايه؟ ده مش مشكلته في الاسم او اللقب اللي شايله، ده مشكلته انه اعماله الصح ممكن تكون عرضه للضياع. ليه بقى؟ هو احنا لما بنصلي او بنصوم او بنتصدق او بنتكلم كويس او بنتعامل بالحسنى، ايا كان اللي احنا بنعمله، هو انت بتعمله ليه؟ لله. مفيش حاجه تدفعك لده غير المفروض، يعني المفروض انه يكون لله. زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الناس الطيبين الكويسين، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بس المشكلة ان في ناس بتعمل الاعمال كلها بس قصدها للناس مش لرب الناس، وهي دي الخطورة هنا، ان هو بيشتغل اي حاجة، بيقدم اي طاعة، بيتقرب باي قربة ليقال فلان حاج، فلان مطيع. دي الازمة بقى الكبيرة. يعني انا اقول لحضرتك مثلا حديث عن سيدنا ثوبان رضي الله عنه، ان سيدنا النبي مثلا بعد ما صلى بالناس بعدين اقبل عليهم بيعلمهم كعادته، فبيقول لهم لأعلمن اقواما من امتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضا. يعني جايبين حسنات كبيرة جدا زي كالجبال يعني، وبيضا يعني ما فيهاش شبهة، لكن يجعلها الله عز وجل هباء منثورة، ملهاش لازمة. الهباء المنثورة علشان نفهم معناه انه زي ما يكون نازل شعاع شمس كده من الشباك، فاحنا شايفين في حاجات بتتحرك، الحاجات اللي بتتحرك دي انا لو مسكت بإيدي شوية منها ولا لها لازمة ولا وزن ولا قيمة ولا تمن ولا منفعة ولا أي حاجة خالص، هي بالضبط كده في الصورة الظاهرة في أعمال، لكن في المنفعة والأجور مفيش أجور ومفيش منفعة. ليه طيب؟ فسيدنا ثوبان أصابه القلق من هذا المفهوم، فجاي من آخر الناس آخر الجامع وبيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده ويلوي بيده، يعني بيقول يا رسول الله الموضوع خطير جدا، مين دول؟ صفهم لنا، جلهم لنا، قال لنكون منهم ونحن لا ندري، الموضوع صعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، معاكم عادي جدا، مشاركينكم في كل حياتكم، أمال إيه المشكلة؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي الأزمة، أول ما يحس إن محدش شايفه فما عندوش مشكلة يسرق، يبلطج، ياخد المال العام، يدلس، ينم، يغتاب، ما دام حاسس إن مفيش كنترول عليه. يبقى كأن هو لما التزم، التزم عشان خاطر إيه؟ الكنترول اللي عليه. هي دي الفكره المعاكسه مباشره، انك انه لما عمل خير عمل عشان خاطر حد شايفه، يبقى هو مش مراقب ربنا سبحانه وتعالى.